السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم سيد مواطن يمني يشكر الجزائر بعد وقفته مع السودان، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودان يا جماعة، السودان كان على حافة الانهيار والتشتت والدمار وإسقاط النظام ومكتسبات الدولة السودانية. بفضل من الله عز وجل الجزائر أنقذت السودان من الانهيار والتشرد والتشتت والدمار. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فمن هذه، من هنا أنا كيمني مقيم في الجزائر أشكر وبشدة الرجال المخفيين في الدولة الجزائرية الذي لا تبان صورهم ولا أسماءهم، أشكرهم بعمق لوقوفهم القوي والحاسم مع أخواننا احنا في السودان. الله ينصركم والله يحميكم، وانا على بالي انكم تسعون جاهدين الى استقرار وحماية الجزائر المترامية اطرافها وحدودها المشتركة مع مجموعة من الدول، وهذه الدول من بينها دول يوجد بها قواعد للكيان وحلف الناتو والقرب. هذه القواعد مترصدة ومتربصة لأي تحرك للجزائر خارج حدوده. أفهموها. هناك تربص وترقب لتحرك الجزائر خارج حدودها، من سوف تنطلق الحرب العالمية. لكن الرجلة مثل ما يقولون هنا في الجزائر، الرجلة اللي موجودين في النظام الجزائري المخفيين عارفين بكل هذا الشيء وحاسبين حساب كل صغيرة وكبيرة. من هذا المنطلق تحياتي، الله دامكم عز وفخر.